تخفيفا للأعباء، الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة وإعفاء المتعثرين من فوائد وغرامات الأقساط المستحقة. وخلال زيارته لمحافظة بني سويف، الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات التنموية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. وليبيا تعلن حالة الطوارئ لمدة عام في المناطق المتضررة شرقي البلاد تحسبا لتفشي الأمراض جراء كارثة الإعصار. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الهامة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة وإعفاء المتعثرين من فوائد وغرامات الأقساط المستحقة. ووجه الرئيس السيسي خلال كلمته لدى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ هذه القرارات. فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي: أولا، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. ثانيا، زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق. ثالثا، رفع الحد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% وذلك من 36000 جنيه إلى 45000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. رابعاً، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة. خامساً، مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن. سادسا، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة. سابعا، قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022. ثامناً، إعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 2024. ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين القرارات الهامة التي أعلنها الرئيس السيسي بشأن توسيع وزيادة مظلة برامج الحماية الاجتماعية. وأكدت التنسيقية أن القرارات تعكس انحيازا واضحا من الرئيس السيسي للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، وتؤكد حرص الدولة على دعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله. وتوجهت التنسيقية بالشكر إلى الرئيس السيسي على اهتمام الدولة باتخاذ قرارات تستهدف تحسين الأوضاع والأحوال المعيشية للمواطنين والحرص على توفير حياة كريمة لهم رغم التحديات التي تواجهها الدولة.
كما ثمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي القرارات الهامة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف. وذكر التحالف في بيانه أن هذه القرارات تعكس مدى انحياز الرئيس السيسي للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي، كما أنها تعد خطوة هامة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف التحالف أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة القوية التي استطاعت هزيمة الإرهاب بتكاتف شعبها مع كافة مؤسساتها القوية، فإنها قادرة كذلك على التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي تواجهها لتستمر معركة البناء والتنمية من أجل الوصول للجمهورية الجديدة. كما رحبت كتلة الحوار بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي خلال زيارته لمدينة بني سويف كخطوة هامة، وأكدت الكتلة أن مثل هذه القرارات من شأنها تخفيف جزء من الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين، مبدية تطلعها لإصدار المزيد من القرارات التي تدعم المصنعين والمصدرين والعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة الأزمة، وأن ترتبط أي سياسات إصلاحية بخطط ضرورية وعاجلة لدعم الإنتاج في كل القطاعات. من جانبها رحبت نقابة المهن الزراعية بقرارات الرئيس السيسي خلال زيارته لمدينة بني سويف. وفي بيان لها أوضحت النقابة أنها تابعت القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تحسين أوضاع المصريين، مضيفة أنها تلقت من كافة الفروع بالنقابة بالمحافظات تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي وترحيبها بالقرارات. وللمزيد حول قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي معنا عبر الهاتف الدكتور محمد صالح نائب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية. دكتور محمد، بداية وبعد التحية، كيف قرأت هذه القرارات وتوقيتها ودلالاتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. والله سيادتك الزيارة في الحقيقة جاية في وقت في غاية الأهمية، جاية لقطاع شمال الصعيد، وطول عمر الصعيد كان مهمش بشكل كبير جدا جدا جدا، جاية في وقت برنامج ويعني مبادرة حياة كريمة بصماتها واضحة جدا في كل ربوع مصر. الكرة اللي زارها في خمس سيادة الرئيس النهاردة معظمها كرة داخلة في مشروع حياة كريمة. حياة كريمة نقل هذه الكرة نقلة مش أقل من 50 أو 100 سنة للمستقبل، من حيث المدارس والطرق والبريد وكل الخدمات اللازمة عشان تكون القارة المصرية على أحدث مستوى من التطوير، فبقى شيء ملموس جدا. اكتملت هذه المشروعات اللي شفنا عينة منها النهاردة في افتتاحات الرئيس بمجموعة من القرارات في الحقيقة بتمس كل مواطن مصري. أجمل ما في هذه القرارات قبل ما نتكلم في مضمونها سيادتك إنها متنوعة، بتمس جميع الموظفين، ما بين ناس في الجهاز الإداري الدولة بكل فئاته، ما بين ناس بيستفيدوا من مبادرة حياة كريمة، ناس بيدفعوا ضرائب، ناس مزارعين خاصة بمبادرة البنك التنمية الزراعية والبنك الزراعي. ففي الحقيقة هذه القرارات في مجملها بتؤكد اللي بدأ به سيادة الرئيس من تقريبا 5 سنين، لما بدأ سيادتك وارجع بالمستمع الكريم لمبادره حياه كريمه في 2018 ظهرت ازاي المبادره اساسا، ان كان في نهايه عام وبدايه عام هجري جديد سياده الرئيس كده كتب تويتر فبيقول لقد وقفت متاملا باحثا فوجدت ان المواطن المصري البسيط هو البطل الحقيقي. سياده الرئيس عنده قناعه فعلا بان المواطن المصري باصراره عزيمته وتحمله هو اللي قدر يساعد في اجتياز الدوله المصريه ازمات صعبه جدا 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 من بعد احداث 2011، كانت كفيله بان تودي دول اعظم واعرق من مصر الى اماكن مختلفه تماما. نعم، ورغم ذلك دكتور محمد، يعني كانت هناك العديد من القرارات للتخفيف عن كاهل المواطن المصري حتى في ظل التحديات والازمات الاقتصاديه التي يعاني منها العالم، يعني لم تنسى الاداره السياسيه الوقوف بجانب المواطن المصري البسيط من خلال هذه القرارات. والله سيادتك هو في الحقيقه ده خط
وخيط مشترك، وانا بتكلم النهارده كراجل متخصص في علوم الاداره. دي سمه اساسيه تتميز بها الاداره المصريه. ايه هي سيادتك؟ دايما الاداره المصريه عندها براعه وتفوق وتميز بانها بتمشي على مسارات متوازيه في وقت واحد. يعني سيادتك لو رجعنا كده بعد 2011 كان ممكن الانشغال بقضيه الارهاب يعطل الدوله المصريه تماما عن التنميه. لكن سياده الرئيس بقيادته للدوله المصريه قدر يحارب الارهاب وفي نفس الوقت يعمل تنميه وغيره وغيره. ده اللي احنا بنشوفه النهارده في الحقيقه، ان سياده الرئيس بيمشي على التوازي في مجموعه من المسارات. النهارده سيادتك لو بصينا في مجموعه القرارات اللي صدرت النهارده هنلاقي منها ما يتعلق بغلاء المعيشه، منها ما يتعلق برفع الحد الادنى لمحدود الدخل، وهم دول اللي بنتكلم عنهم سياده الرئيس. وسياده الرئيس لما قال النهارده في نهايه كلمته ما تنسوش ان انا عشت حياتي كلها انسان زيكم، انسان مصري بسيط. لكن ربنا اراد ان هو يكون قائد او مسؤول عن هذه الدوله. عايز يقول سيادته ان هو مش بعيد عن الناس، هو حاسس بالناس. سيادتك لو رجعنا شويه من 4 سنين وفي بدايه ازمه كورونا وشفنا ان هي اقتصاديات دول عظمى في اوروبا بتتهاوى وبتقع، الدوله المصريه خصصت واعلنت تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحه كورونا. والمبلغ ده بدا يتعظم بعد كده. في نفس الوقت ماشيين بنتكلم عن تامين صحي، فانا عايز اقول لسيادتك ان الدوله المصريه في الحقيقه ماشيه على التوازي في التنميه في مساراتها المختلفه، والكلام ده اعتقد محتاج حلقات وحلقات. اكيد طبعا. لما نتكلم في كل ملف من ملفات الدوله المصريه في نجاحات كبيره جدا. ارجع لسيادتك تاني، ايه اهميه قرارات النهارده؟ عزم واهميه قرارات النهارده، انا جاي في توقيت صعب جدا، في الوقت اللي العالم كله بيئن من ازمات اقتصاديه طاحنه واقتصاديات عملاقه تتهاوى، لا انا بقول للمواطن لا انا معاك، انا جنبك، انا حاسس بيك. سيادتك لما مجموعه القرارات كلها بتحسن الدخول، بتهون على المواطن البسيط عيشته، بتوسع قاعده الاستفاده من تكافل وكرامه ب 5 مليون اسره في وقت واحد، دي نسبه كبيره جدا جدا جدا. لما اتكلم عن غرامات التاخير الخاصه بالفلاحين اللي واخدين قروض زراعيه من بنك التنميه الزراعيه والبنك الزراعي، ده بيمس عدد كبير جدا من اهلنا الموجودين في كل ربوع مصر. لما اتكلم عن اصحاب المعاشات اللي هم بيوصلوا حوالي 11 مليون مواطن وادوهم منحه استثنائيه في توقيت صعب، ده بياكد ان الدوله المصريه حريصه ومكمله في انها تدعم المواطن البسيط. ففي الحقيقه انا شخصيا يعني تلقيت هذه المجموعه من القرارات باريحيه عظيمه جدا، وواثق تماما ان سياده الرئيس حاسس بالمواطن المصري البسيط، ومتفائل جدا زي ما سيادته قال في كلمته حقيقي ان ربنا هيكرمنا. هيكرمنا ليه؟ ان هو ربنا يعني بيقف جنب الحق. وسياده الرئيس على فكره في حاجه مهمه جدا جدا اشار ليها النهارده، وانا حقيقي رصدها وتحدثت فيها اكثر من مره، ان هو فعلا فيه جانب انساني واضح جدا في دفتر السيد الرئيس. لو سيادتك فاكره من حوالي كام سنه كنا في ازمات ومشاكل طاحنه في المنطقه، وسياده الرئيس قال ان احنا بنتعامل بشرف في وقت عز فيه الشرف. عز فيه الشرف، نعم، كانت في دوره للامم المتحده. قال احنا مش بنأذي حد، احنا دوله بتبني، دوله بتتغاضى عن التفاهات وعن النواقص وعن وعن وعن، احنا بنتعامل بصبر وطول بال. شفنا استفزازات كثيره جدا جدا جدا، لكن القياده المصريه عارفه هي رايحه فين، عارف ان هو مسؤول عن 105 مليون مواطن و9 مليون ضيوف زي سيادته متفضل بادبه الجمل ويعني المهذب بشكل رائع جدا. ده هو معناه بروز الجانب الانساني في اداره السيد الرئيس كسمه واضحه قوي 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 من سنوات طويله. شكرا جزيلا الدكتور محمد صالح نائب رئيس اكاديميه السادات للعلوم الاداريه. We'll be right back.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تسعى لزيادة الأراضي الزراعية لتوفير فرص عمل للشباب. ولفت الرئيس السيسي إلى أنه يقدر حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الأزمة الأوكرانية. موقف المصريين مقدر قوي والله. يعني أنا بقول لكم إن تحملكم ده في جبر خاطر كبير قوي ليا أنا شخصيا. في جبر خاطر كبير جدا، وأنا ما بقولش كلام، يعني أنا عارف إن الظروف صعبة. عارف يعني. وعارف إن الناس تبقى مستحملة وساكتة ده كتير. بس اللي أنا عايز أطمنكم عليه إن إحنا مش سايبين حاجة نقدر نعملها وما بنعملهاش. ويعني لما بقول الكلام دوت مش هقول الإعلام يقول أو ما يقولش، لكن عايز أقول لكم إن إحنا بنبذل جهد كبير قوي عشان ندخل كميات من الأراضي الزراعية في أقرب فرصة ممكنة. إحنا بنتكلم في 3-4 مليون فدان خلال سنتين ثلاثة. إحنا بدأنا البرنامج ده من حوالي 3 سنين، غير طبعاً برنامج الريف المصري اللي كان تقريباً 1.5 مليون فدان، لكن إحنا ما سكتناش على كده، واشتغلنا أيضاً عشان ندخل أو يبقى في أراضي زراعية أخرى. كما أكد الرئيس السيسي أنه تمت الاستجابة الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني، وذلك لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار. وأضاف الرئيس السيسي أن الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار في جلسات الحوار. ومن هذا الإيمان الصادق بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم أطلقت دعوتي للحوار الوطني، وهي الدعوة التي جمعت النسيج المصري من جميع عناصره، وقد كانت الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار فيه، ولهذا كانت استجابتي فورية لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، وأصدرت توجيهاتي للحكومة بدراستها وضع آليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الآليات. وأشار الرئيس السيسي أيضا إلى أن جهود الدولة تضاعفت لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي في ضوء تنامي التهديدات الإقليمية. وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة وأجهزتها المعنية تبذل جهودا حثيثة للتعامل مع هذه التهديدات. ما تضاعفت جهود الدولة لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي في ضوء تنامي التهديدات الإقليمية الناجمة عن تصاعد وتيرة الصراعات بدول الجوار بما لها من انعكاسات على الأمن القومي المصري. وأصدقكم القول بأن الدولة وأجهزتها المعنية تبذل جهودا حثيثة للتعامل مع هذه التهديدات وبتكلفة باهظة حتى يظل الوضع الداخلي مستقرا. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لم تدخر جهدا لاحتواء آثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضعفتها الحرب الروسية الأوكرانية. ولفت الرئيس السيسي لأنه لولا استعدادات الدولة المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة. إنني أقدر تماما حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية. كما أؤكد لكم أننا لم ندخر جهداً لاحتواء هذه الآثار السلبية بما نمتلك من قدرات وإمكانيات، ولولا استعداداتنا المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة. ولكننا بفضل من الله
وبإدارة علمية وعملية دقيقة نجحنا في التعامل مع الأزمة ونتجاوز مراحلها الحرجة دون أن تتوقف عجلة الإنجاز أو تتعثر خطط التنمية، وباتت بيننا وبين تمام الانفراج خطوات إن شاء الله تكون معدودة. هذا وجه الرئيس السيسي شكر لأهل محافظة بني سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأعرب الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته بما شاهده اليوم من افتتاحات لمشروعات لصالح المواطنين، كما أشاد بالصبر وصمود الشعب المصري أمام كل التحديات. وكان الرئيس السيسي فور وصوله إلى محافظة بني سويف قد دعا الحاضرين من أبناء المحافظة للوقوف دقيقة حدادا على أرواح المصريين من ضحايا إعصار دانيال في ليبيا. وحرص الرئيس السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف على تقديم واجب العزاء لأهالي محافظة بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار دانيال في ليبيا. هذا وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة بني سويف عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك على هامش زيارة الرئيس السيسي لقرية السدس الأمراء بالمحافظة. وشملت المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي مجمع مصانع رواد ومحطة معالجة مياه صرف صحي بمدينة بني سويف الجديدة وجامعة بني سويف الأهلية ومستشفى إهناسيا المركزية. واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل لهذه المشروعات التنموية. وخلال زيارته للمحافظة استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب سيدة بزيارة لمسكنهم في قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف. جاء هذا خلال زيارة الرئيس السيسي للمحافظة. اللهم صل على حضره النبي. رحمه جميله. ربنا يرحمنا برحمته يا رب. انتوا طيبين. عبد الله ابني يا باشا، يا اهلا وسهلا. نورت بني سويف يا ريس، نورت الدنيا كلها. والله العظيم ده شرف عظيم لينا. اتفضل يا ريس، اتفضل. اتفضل يا ريس. مرحبا يا ريس، ده احنا لينا عظيم الشرف، والله العظيم النهارده الدنيا كلها نورت، وربنا يجعل الخير دايما قدامك كده وتحت قدامك. والله يا ريس، والله البلد دي شافت خير على ايد سعادتك، مش هنا، مش القريه دي. والله العظيم مركز بيبا باكمل وبيتنقل نقله حضاريه، لو قلنا دي خطه خمسيه لا والله دي خطه الفيه. والله خطه الفيه يا ريس. والله الحمد لله بفضل من ربنا، الحمد لله. والله يا ريس دول ما حضرتك موجوده. يا باشا انت نورتنا النهارده، نورت بني سويف كلها، والنيابه عن اهل قريه سدس الامراء احنا بنرحب بسعادتك، بنرحب يعني مهما نقول كلمات يعجز اللسان والله عن ترحيبنا. والله ربنا يستر عليك يا ريس، وربنا يقويك. شكرا على زيارتك الجميله دي، والله ربنا يقويك. شرف لينا يا ريس، والله يوم تاريخي لينا، يوم تاريخي لينا والله يا ريس، يوم تاريخي لينا. يا باشا انا ده حضرتك اللي هتتغدى معانا النهارده، حضرتك يا باشا والله هديه بسيطه، هديه بسيطة مني يا ريس. يا ريس لا لا حضرتك اللي تتغدى معانا يا ريس. حضرتك اللي تتغدى معانا، لقمة على موسم والله. هدية بسيطة يا ريس مني. والله لو عاملين حسابنا كنا جبنا لك حاجة تليق بمقام سعادتك. ربنا يستر عليك يا رب، ربنا يستر عليك يا ريس. احنا بص ربنا يستر عليك يا ريس، تشريف عظيم لينا والله. زياد شرفتنا خالص. حضرتك يا باشا نورتنا والله. نورتنا يا ريس. شكرا. هنسلم على الناس. اتفضل يا باشا، اتفضل يا ريس، اتفضل. السلام عليكم. موقف المصريين مقدر قوي والله، يعني انا بقول لكم ان تحملكم ده في جبر خاطر كبير قوي ليا انا شخصيا. بس اللي انا عايز اطمنكم عليه ان احنا مش سايبين حاجه نقدر نعملها وما بنعملهاش. انا عايز اقول لكم ان احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان ندخل كميات من الاراضي الزراعيه في اقرب فرصه ممكنه. احنا بنتكلم في 3-4 مليون فدان خلال سنتين ثلاثة.
الهدف من ده توفير فرص عمل، هدف أولاني، ثم أن احنا يبقى فيه إنتاج من هذه الأراضي يخفف من فاتورة الاستيراد اللي احنا بنجيبها. أعلن النائب العام المستشار حمادة الصاوي انتهاء المرحلة الثانية من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي في حضور لاففين من كبار رجال الدولة. جاء ذلك خلال افتتاح عدد من الأبنية بمكتب النائب العام تعمل وفقا لاستراتيجية التحول الرقمي، حيث أشار المستشار حمادة الصاوي إلى الإنجاز الكبير الذي حققته النيابة العامة بسواعد ومجهودات قادتها وأعضائها وموظفيها. من جانبه أشاد المستشار محمد شوقي الذي سيتولى منصب النائب العام في 19 من الشهر الجاري بالدور الذي طلع به النائب العام حمادة الصاوي خلال فترة ولايته، مؤكدا أنه أحدث نقلة إيجابية وتطويرا ملحوظا في المباني والمنشآت والبنية التحتية وما نفذه من برنامج شامل للتحول الرقمي. يشارك وزير الخارجية سامح شكري الاثنين المقبل في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضحت وزارة الخارجية أن جدول أعمال وزير الخارجية يتضمن المشاركة في عدد من القمم والفعاليات رفيعة المستوى ذات الأهمية الخاصة. ومن المقرر أن يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 من سبتمبر، ويشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة وقمة الطموح المناخية. كما يترأس وزير الخارجية الاجتماع الوزاري حول الخسائر والأضرار وكذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تترأسه مصر مع الاتحاد الأوروبي. تواصل وزارة الخارجية متابعة أحوال المصريين المتواجدين في الشرق الليبي في المناطق المتضررة من الإعصار دانيال، وذلك من خلال الاتصالات والتحركات التي تجريها القنصلية العامة في بنغازي. وأوضحت وزارة الخارجية أن القنصلية المصرية تتحرك من خلال عدد من القنوات للتواصل والاطمئنان على المصريين في المناطق المنكوبة، سواء من خلال التواصل مع المستشفيات في مدن ومناطق بنغازي والبيضاء وتبرق وأم الرزم ومرتوبة وشيحة، وكذلك التواصل مع مراكز الإيواء القريبة من المناطق المنكوبة. كما تعمل القنصلية المصرية على التنسيق مع السلطات الليبية المعنية وفرق الدعم المصرية لتقديم المساعدة للناجين المتواجد بعضهم في تلك المراكز. كما تنسق في بنغازي مع فرق الإسعاف المصرية لإنقاذ الناجين المصريين والعمل على إعادتهم إلى البلاد وإصدار وثائق سفر فورية لمن تقدموا من الناجين لتسهيل عودتهم إلى البلاد. أعلنت ليبيا حالة الطوارئ لمدة عام كامل في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد تحسبا لمنع تفشي أي مرض. في تلك الأثناء تواصل فرق الإنقاذ عملية البحث عن جثث الضحايا والمفقودين جراء إعصار دانيال الذي ضرب السواحل الشرقية لليبيا وتسبب في انهيار سدين في مدينة درنة. وأفاد الهلال الأحمر الليبي أن أكثر من 10,000 شخص في عدد المفقودين. من ناحية أخرى أعربت السلطات وجماعات الإغاثة عن قلقها بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه ونقل الذخائر المتفجرة من الصراعات الأخيرة في ليبيا. فتح النائب العام الليبي تحقيقا في انهيار سدين تسبب في طوفان مدمر في مدينة درنة الساحلية وأودى بحياة 11,000 شخص حتى الآن. وقال النائب العام الصديق الصور في مؤتمر صحفي في درنة إن الادعاء سيحقق في انهيار السدين اللذين بنيا في السبعينيات بالإضافة إلى تخصيص أموال الصيانة، وأضاف أن المدعين سيحققون مع السلطات المحلية في المدينة وكذلك الحكومات السابقة. نطمن المواطنين لأن كل من أخطأ أو أهمل أو قصر وسبب في هذه الكارثة بالتأكيد حتتخذ ضد النيابة الإجراءات الحازمة وترفع الدعوى الجنائية بشأنها وتحيلها للمحاكمة. نستغل السنة هذه نطالب من الأهالي الذين مفقودين أنهم ضروري ينتقلوا للجنة المكلفة من مكتب النائب العام
في المقر المحدد. أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أسيا والأمم المتحدة وشؤون الكومنولث اللورد طارق أحمد التزام بلاده بدعم الشعب الليبي في أعقاب الفيضانات المدمرة الأخيرة التي ضربت البلاد مؤخرا. أضاف الوزير البريطاني أن المملكة المتحدة ستقوم بزيادة التمويل البريطاني للاستجابة للأزمات وتقديم المساعدات الضرورية المنقذة للحياة بما في ذلك المأوى ومرشحة المياه والتقييمات الطبية. وفقا للحكومة البريطانية فإنه من المقرر أن يتم زيادة الدعم المالي للاستجابة لكل من الفيضانات في ليبيا والزلزال في المغرب بتخصيص حزمة تصل قيمتها إلى 10 ملايين جنيه استرليني. نشرة التاسعة متواصلة معكم وتتابعون فيها. أوكرانيا تعلن إبحار سفينتي شحن بالبحر الأسود في اتجاه موانيها للمرة الأولى منذ انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب. نفت روسيا صحة ما أعلنته كييف عن استعادة السيطرة على قرية أندريفكا قرب بخموت. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا لم تتخلى عن خططها للاستيلاء على مدينة بخموت، مضيفة أنها تواصل عملياتها الهجومية في محاولة فاشلة لطرد القوات الروسية من المركزين السكانيين كليتشوكفا وأندريفكا. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة كالوغا ونفير. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير دبابة أوكرانية في اتجاه خرسون، حيث استخدم الجنود الروس طائرة دون طيار لتنفيذ الاستهداف وتحقيق إصابات دقيقة. ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنه من المرجح أن تعزز روسيا قدرتها الهجومية على منشآت الطاقة الأوكرانية. أضافت الوزارة أنه بين أكتوبر 2022 ومارس 2023 ركزت روسيا ضرباتها بعيدة المدى ضد البنية التحتية الوطنية للطاقة في أوكرانيا. ووفقا للوزارة فإن هناك تقارير روسية تشير إلى انخفاض معدلات إنفاق إطلاق صواريخ كروز الجوية منذ إبريل العام الجاري، بينما سلط القادة الروس الضوء على الجهود المبذولة لزيادة معدل إنتاج صواريخ كروز. أعلنت أوكرانيا أن سفينتي شحن تبحران حاليا في البحر الأسود في اتجاه موانيها، وذلك للمرة الأولى منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في يوليو الماضي. هذا وقال وزير البنى التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف إن أولى السفن المدنية تسلك الممر المؤقت متجهة إلى الموانئ الأوكرانية، مشيرا إلى أن سفينتي شحن ستتجه إلى ميناء تشورنومورسك لتحميل نحو 20 ألف طن من القمح في اتجاه أفريقيا وأسيا، مؤكدا وهما أول سفينتين تبحران في اتجاه موانئ أوكرانية منذ منتصف يوليو رغم تهديد موسكو المتكرر باستهداف السفن. استعرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قاذفات استراتيجية ذات قدرة نووية إلى جانب صواريخ فرط صوتية وسفن حربية على هامش زيارته إلى روسيا. ووجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو التحية لكيم لدى استقباله في مطار كنيفيتشي الروسي والذي يبعد بنحو 50 كيلومترا عن مدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادئ.
زيارة أثارت المخاوف الغربية تلك التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون إلى حليفته روسيا. عامل الوقت مثل حساسية مفرطة لدى الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة وحلفاؤها في كوريا الجنوبية، ولا سيما أن الزيارة ضمت زيارة مصنع طائرات روسية مقاتلة وآخر لصناعة صواريخ كنجال للفرط صوتية. أما الأمر الذي أثار القلق بشكل جدي فهو أن جميع الطائرات الحربية الروسية التي عرضت على كيم كانت من بين تلك التي شهدت استخداما نشطا في العملية العسكرية في أوكرانيا. كوريا الجنوبية سارعت إلى إصدار بيان قالت فيه إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا يعد انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ، في الوقت الذي نفى فيه الكريملين توقيع أي اتفاقيات عسكرية خلال زيارة كيم لروسيا، إلا أن بوتين قال إنه ناقش مع كيم المسائل العسكرية والحرب في أوكرانيا وتعميق التعاون. ويخشى الغرب أن تسعى كوريا الشمالية إلى الحصول على تكنولوجيات روسية لتطوير برنامج كيم النووي العسكري مقابل تزويد روسيا بالذخائر التي تشتد الحاجة إليها، وسط طموحات كورية شمالية للحصول على تقنيات متطورة لغواصات الصواريخ البالستية والغواصات ذات الدفع النووي، وكذلك لبدء تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا. انطلقت قمة مجموعة 77 دائد الصين في العاصمة الكوبية هافانا، والتي تستمر لمدة يومين بحضور رؤساء دول وحكومات مجموعة 77 دائد الصين. وفي كلمته أمام القمة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حرص مجموعة 77 على تحقيق التنمية ومواجهة التحديات التي تواجه مواطني هذه الدول وعلى رأسها الفقر، مشددا على ضرورة التحرك عالميا لضمان التحرك الفكري للدول النامية وخلق فرص للشراكات بين دول الجنوب ودول الشمال. وخلال كلمته في قمة مجموعة 77 زائد الصين، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إنهاء الظلم الواقع على الفلسطينيين، مشيرا إلى التحديات الهائلة التي يواجهها الشعب الفلسطيني من سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية. إن الشعب الفلسطيني بدعم من مجموعة 77 زائد الصين الذي كان لنا شرف رئاستها في عام 2019 لعازم على التغلب على الظلم التاريخي الذي خنق تنميته وأعاق تطلعاته طوال قرن من الزمن. وبينما نحن نتحدث الآن فإن سياسات إسرائيل ومارساتها تسعى لترسيخ احتلالها الاستعماري الاستيطاني وفرض واقع الفصل العنصري، الأمر الذي لا يجوز السكوت عليه. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية توصيل المياه وتركيب 50 عدادا لمنازل بمنطقة الفردان للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمشاركة 120 من متطوع التحالف. يأتي ذلك وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. احنا النهاردة في محافظة الإسماعيلية في قرية الفردان بنركب عدد 50 عداد ووصلات مياه للمنازل للأسر الغير قادرة، وموجود معانا 120 شاب جايين من جميع المحافظات من المركزية بالقاهرة. لا
نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية خاصة بتوزيع المستلزمات المدرسية على عدد من الطلاب بمدينة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية. يأتي ذلك ضمن مبادرة راجعين نتعلم التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر بمناسبة عودة الطلاب للمدارس، حيث أوضحت المؤسسة أنه يجري عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم في كل محافظات مصر، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إلى الفئات المستحقة وتقديم آلاف الخدمات التعليمية المختلفة. النهاردة بنوزع عليهم شنط مدرسية وأدوات مدرسية، أكثر من 1000 أو 2000 شنطة النهاردة بنوزعها مع الطلبة، وإن شاء الله مستمرين تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة مؤسسة حياة كريمة. طبقا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، النهاردة في مبادرة أهلا بالمدارس بنقدم ليهم مئات الشنط للأطفال أشد احتياجا في أشد احتياجا، وبإذن الله في زيادة، ودايما ودايما الخير جاي على يد الرئيس بإذن الله. وإحنا كل الحالات عملنا لها بحث، وجبنا البحوث دي من الإدارة التعليمية والمنسقين، وما شاء الله يعني إحنا بنشكر سيادته على المبادرة الجميلة دي. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية أم الرضا الجديدة بمحافظة دمياط، حيث وقعت القافلة الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة، وقد أقيمت ندوات تثقيفية. القرية هنا بتشهد إقبال كبير من المواطنين، ودايما لما بننزل القرية هنا بيبقى فيها إقبال كبير لتوفر الخدمات الطبية المختلفة بالقافلة، من كشف وعلاج وتحاليل وأشعة، كل ده بيتقدم للمريض بشكل مجاني، فالمرضى بيقدروا يستفيدوا بيه. بنراجع طبعا قبل ما بنيجي القرية هنا، بنراجع قاعدة البيانات الخاصة بينا عشان نشوف إيه التخصصات اللي هنقدر نوفرها في القافلة، إيه الإعداد اللوجستي اللي هنعمله. في بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، البروتوكول ده سهل لنا ان احنا نفتح المدارس لاستقبال اهالينا بقريه ام الرضا الجديده وام الرضا القديمه، والعدد ان شاء الله كان كبير امبارح، كان في اشعه وفي تحاليل وفي اطفال وفي مسالك بوليه وفي اسنان وفي جميع الخدمات الطبيه المقدمه، والنهارده برضو في الاقبال شديد، وحضرتك لو انت شايف ومتابع وراه في الكاميرا هتلاقي ان في اقبال شديد ان شاء الله. قافله خدمتها حلوه للمواطنين، فيها جميع التخصصات وكله بيكشف وبيصرف العلاج كله مجاني، وحاجة جميلة جدا. جينا النهاردة لقينا في قافلة في أم الرضا الجديدة، كشفنا فيها وادونا علاج مجاني، لا دفعنا فلوس ولا حاجة وما خدناش وقت ولا أي حاجة. الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا دينا وشكرا إيمان. إلى أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة والمدير المساعد لهيئة ترويج الاستثمار بهونغ كونغ جيمي تشاينغ مذكرة تفاهم بغرض تشجيع زيادة حركة الاستثمار بين الجانبين وتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات على هامش قمة الحزام والطريقة. تم الاتفاق خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم على تنظيم زيارات لممثلي الشركات المالية والصناعية التي تتخذ من هونغ كونغ مقرات لها إلى مصر لتفقد الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع والتعرف على حزم الحوافز الممنوحة للمشروعات العاملة في مصر. في أسواق البترول العالمية، قفزت أسعار النفط بعد قرار الحكومة الروسية بدراسة فرض حظر كامل على تصدير منتجات النفط لمدة زمنية محددة لتحقيق استقرار في أسعار الوقود محليا. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8% لتصل إلى 93 دولارا و93 سنتا للبرميل. كما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.3% لتصل إلى 90 دولارا و77 سنتا للبرميل.
وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.3% لتصل إلى 3.33 دولار للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.25% لتصل إلى 2.08 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدراتها على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ. وقالت مديرة الصندوق إن القرض يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مرجحة أن تنتهي دراسة المجلس في غضون أسبوعين تقريبا قبل بدء الاجتماعات السنوية. ويحصل المغرب أيضا على خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي تمت الموافقة عليه في إبريل الماضي بهدف تعزيز قدراتها على الوقاية من الأزمات. اتفقت زامبيا والصين على استخدام عملاتهما المحليتين في التبادل التجاري وتمويل الاستثمارات الثنائية في إجراء يهدف إلى خفض تكاليف الصرف. وفي بيان مشترك على هامش الزيارة التي أقام بها الرئيس الزامبي إلى الصين، أعلنت لوساكا والصين رفع علاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتعزيز تعاونهما في مجال التنقيب عن المعادن. وتستثمر بكين أكثر من 11.3 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في لوساكا بين عامين 2014 و2023 كجزء من مبادرة طريق الحرير، كما تستوعب الصين نحو 20% من صادرات زامبيا. قرر البنك المركزي الروسي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% من 12% إلى 13% للمرة الثالثة على التوالي في أقل من شهرين لمواجهة التضخم وتراجع سعر صرف الروبل. وأوضح البنك أنه نتيجة الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة وتراجع الروبل، كان من الضروري اللجوء لتجديد السياسة النقدية للمرة الثالثة. في ثالث خطوة مماثلة في أقل من شهرين لمواجهة التضخم، أعلن البنك المركزي الروسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 12 إلى 13%، وتهدف هذه الخطوة أيضاً لوقف تراجع سعر صرف الروبل الروسي الذي يبقى رغم الجهود الحكومية عند مستويات ضعيفة في مقابل الدولار. ومنذ أسابيع عدة ترافق انهيار العملة المحلية الروسية مع عودة التضخم الذي سجل زيادة تقدر ب 5.5% في شهر أغسطس. يضاف ذلك إلى التكلفة المتنامية للنزاع في أوكرانيا، ما يجعل الكثير من الروس يخشون من تراجع في مستوى معيشتهم. ويعود ذلك خصوصاً إلى التراجع الكبير في إيرادات بيع المحروقات بسبب العقوبات الدولية وعزم الأوروبيين على وقف اعتمادهم على موسكو في مجال الطاقة. ورغم رفع نسبة الفائدة الرئيسية مرة أولى في 21 يوليو وثانية في منتصف أغسطس الماضي إزاء التراجع الكبير في سعر صرف الروبل، تبقى العملة الوطنية عند مستويات متدنية في مقابل الدولار واليورو. وبلغ سعر الدولار 96.5 روبل واليورو 102.8 روبل، وهي مستويات قريبة من تلك المسجلة في مارس من عام 2022 بعد موجة العقوبات التي طالت الاقتصاد الروسي رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. في الوقت نفسه أكد المصرف المركزي الروسي أن عودة التضخم إلى الهدف المحدد له واستقراره بحدود 4% يتطلب إبقاء قيود نقدية صارمة في الاقتصاد لفترة طويلة. نهاية أخبار الاقتصاد، من جديد أعود إلى إيمان ودينا. شكرا لك محمد. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، انطلقت مبادرة أنت الحياة في مركز ومدينة برج العرب القديمة بالإسكندرية. وتشمل المبادرة قوافل طبية في مختلف التخصصات وورش عمل حرفية وغيرها من الفعاليات. تنمية المجتمع بكافة طوائفه وفئاته المختلفة وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري،
هدف تبنته مبادرة أنت الحياة التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة، والتي وصلت إلى مركز ومدينة برج العرب القديمة بالإسكندرية. لم تقتصر فعاليات مبادرة أنت الحياة لمؤسسة حياة كريمة على النواحي الخدمية فقط، بل تضمنت أيضا إقامة فعاليات ترفيهية للأطفال وإقامة ورش عمل. الهدف من المبادرة اللي احنا بنقدم كافة الخدمات اللي تهم المواطن، سواء خدمات صحية أو توعوية، تسديد ديون غارمات أو توفير كروت لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق طبعا مؤسسة التحالف. عندنا المجلس القومي للمرأة ووزارة الثقافة بتقدم العروض بتاعتها. المجلس القومي للمرأة النهاردة بيقدم 13 ورشة عمل، الهدف منها تدريب السيدات على الحرف اليدوية. المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستوى الفئات الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع لم تكتفي بالمشروعات العملاقة التي غيرت صورة الحياة في هذه المناطق فقط، بل شملت أيضا المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تساهم بالتوازي مع تلك المشروعات في تحقيق حياة كريمة ولائقة للأهالي الذين عانوا طويلا من التهميش والنسيان. وقفة جديدة، ولكن هذه المرة مع أخبار الرياضة، نعود فيها من جديد إلى محمد عبد الله. تفضل. شكرا إيمان وشكرا دينا. إلى أخبار الرياضة محليا وعربيا وعالميا. توج المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف بثلاثة ميداليات ذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة هرقليون اليونانية. وخلال مراسم التتويج في اليوم الأخير من فعاليات دورة ألعاب البحر المتوسط، عزف السلام الوطني ثلاث مرات مع تكريم أبطال المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف بالميداليات الذهبية. وحققت البعثة المصرية خلال اليوم الأخير أربع ميداليات متنوعة في السباحة بالزعانف، بينها ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية. توجت مصر بالذهبية منافسات الفرق في بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث تحت 21 عاما والمقامة في مدينة دوروسكنيتكي الليتوانية. وأحرزت مصر المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 4070 نقطة، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية منتخب بولندا برصيد 4007 نقاط، ثم ألمانيا في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 3964 نقطة. وافتتحت مصر منافسات البطولة بالذهبية تتابع السيدات، وكانت مصر قد حققت ميداليتين بواقع ذهبية وفضية في النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في بولندا في 2022. منيا نادي الزمالك بهزيمة في لقائه أمام أرتا سولار، وسجل هدفي سولار كل من جابريال داداديز في الدقيقة 50 ودوليه محمود بالدقيقة 60. وبهذه النتيجة يعقد الزمالك موقفه في الكونفدرالية بعد الخسارة الذهاب أمام أرتا سولار، حيث بات مطالبا بتسجيل 3 أهداف نظيفة في القاهرة خلال لقاء الإياب المقرر له يوم 29 من سبتمبر الجاري. يحل فريق بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الرابعة عصر غد الأحد باستاد بليكيغالي في رواندا ضمن منافسات ذهاب بطولة 32 من بطولة أبطال إفريقيا. واختتم بيراميدز تدريباته الجماعية اليوم على استاد المباراة في إطار الاستعداد لمواجهة صاحب الأرض الجيش الرواندي في إطار مشواره القاري في دوري أبطال إفريقيا. وفي الدوري الإنجليزي فاز فريق ليفربول على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث ضمن أيضا ضمن المنافسات الجولة الخامسة من الدوري، وبنفس النتيجة فاز أيضا كل من أستون فيلا على كريستال بالاس وبرايتون على مانشستر يونايتد، بينما فاز مانشستر سيتي على ويست هام يونايتد. أعلن نادي ليون الفرنسي تعيين الإيطالي فابيو جروسي مديرا فنيا جديدا للفريق. وكان نادي ليون أعلن في وقت سابق عن إقالة المدرب الفرنسي لوران بلام من تدريب الفريق لسوء النتائج، وأصدر النادي الفرنسي بيانا رسميا يؤكد خلاله تولي الإيطالي جروسو تدريب ليون خلفا للفرنسي لوران بلام الذي رحل عن الفريق.
حقق الإسباني كارلوس سينيز أسرع لفة مجددا في التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم من سباقات فورمولا 1 للسيارات. وحل في المركز الثاني البريطاني جورج راسل، يليه مواطنه لاندو نوريس في المركز الثالث، بينما احتل المركز الرابع الهولندي ماكس فيرستابن متصدر بطولة العالم، وجاء شارل لوكير القادم من موناكو في المركز الخامس. نهاية أخبار رياضة من جديد، أعود إلى إيمان ودينا. شكرا لك محمد. نظمت دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي على المسرح الكبير. يأتي الحفل تحت عنوان سهرة مع العندليب، وذلك بعد نجاح حفلين كامل العدد للعندليب على مسرح سيد درويش بالإسكندرية. في لوحة موسيقية فنية تحت عنوان سهرة مع العندليب، نظمت دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي على المسرح الكبير. هو رصيد الفنان عبد الحليم رصيد كبير جدا يعني، واحنا بنعمله دايما حفلات يعني، بس لازم طبعا نغير كل شوية علشان الناس تسمع الأغاني اللي مش هقول مش عارفين، احنا كلنا عارفين اغاني الفنان عبد الحليم، بس في حاجات بنلقى عليها الضوء، في حاجات بتبقى مش موجوده كتير يعني. مثلا انا النهارده في لحن انا عامله هو يعني يبدو لكل الناس ان هو حزين والناس بتبقى عايزه تيجي تتبسط وكل حاجه، بس انا قصدت ان انا اعمل لحن لان هو حاله وكل الناس بتحبه، اللي هو في يوم في شهر في سنه. اكيد طبعا احنا متعودين على حفله العندليب دي كل سنه، وكمان بتتكرر في هنا في اوبرا القاهره وبتكون في اوبرا اسكندريه. طبعا جمهور العندليب يعني جمهور ذو طابع خاص شويه، بيبقى جاي عايز يسمع الحاجات اللي هو كان بيسمعها بالظبط في الفرقه، في الغنى، في كمان في الأداء، وكمان إحساس العندليب اللي طبعا محدش هيوصل له في الدنيا كلها، بس احنا بنحاول ان احنا نقرب يعني شوية للناس ان هم يسمعوا الحاجات اللي هم بيحبوها والحاجات اللي تميز بها العندليب. خلال الحفلة قدم نجوم الأوبرا باقة مختارة من روائع العندليب على مدار مشواره الفني الحافل، وما زالت تحيا في وجدان الشعب المصري والعربي. عبد الحليم يعني إنسان مميز بأغانيه بأحاسيسه، من صغر نحن بنحب عبد الحليم يعني في ذاكرتنا، فأي شيء بيحيي ذكرى وأغاني أكيد من أول الحاضرين. هلا أنا بقالي 10 سنين في مصر وبحضر حفلات، إن كان في دار الأوبرا هنا أو في المعهد الموسيقى العربية، أو مرة حضرت في قصر عبدين حفلة أم كلثوم بتاعت الهولوجرام. فأنا بالنسبة لي حسب سني وجيلي بفضل الحفلات القديمة التراثية، الطرب القديم، الزمن الجميل. عبد الحليم ده بالنسبة لنا ده العندليب الأسمر يعني، النوستالجيا بتاعتنا بتاعت كل حياتنا في أحلى أغاني وأحلى ذكريات معاه. يأتي هذا الحفل بعد نجاح حفلين كامل العدد للعندليب على مسرح سيد درويش بالإسكندرية خلال فعاليات المهرجان الصيفي وفعاليات مهرجان القلعة، وفقا لرغبة الجمهور بعمل حفل آخر. الآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية ووقفة أخيرة مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا دينا، شكرا إيمان. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 34-25، الإسكندرية 31-24، مطروح 30-21، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 35-22، إلى السويس 34-24، العريش 32-23، طابة 32-25، شرم الشيخ 37-28، الغردقة 37-27، وإلى الأقصر 39-27، أسوان 38-27، الوادي الجديد 38-22، شلاتين 36-28، وحلايب 33-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. ولن نتابع مع حضرتكم اللقطتين الأبرز لهذا اليوم. وختم نشرة التاسعة هذه تذكرة بأبرز العناوين.
تخفيفا للأعباء الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة وإعفاء المتعثرين من فوائد وغرامات الأقساط المستحقة. وخلال زيارته للمحافظة بني سويف، الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات التنموية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. ليبيا تعلن حالة الطوارئ لمدة عام في المناطق المتضررة شرقي البلاد تحسبا لتفشي الأمراض جراء كارثة الإعصار. ختام نشرتنا، لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم، مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. ازيك يا إيمان؟ ازيك يا دينا؟ عاملين ايه؟ احوالكم ايه؟ كله تمام؟ النهارده يوم عظيم جدا جدا، صحيح هو طويل بالنسبه لي ان انا من 6 صباحا وانا موجود في الشارع، لكن اليوم عظيم على كل الاصعده الحمد لله. يعني فعلا مجموعه من القرارات اسلجت صدور المصريين في الوقت الصح. كل حاجه الحقيقه القرارات اللي عمليا بتخلق يعني او ليها بعد اجتماعي عظيم ومؤثر جدا، الافتتاحات اللي موجوده في بني سويف وحدوته بني سويف بقى زي ما انا شفتها من وجهه نظري، دي بقى حدوته لازم تتحكي وتروى وبالتفصيل ومش في حين اخر، ده هو النهارده. صحيح لازم. يعني ان احنا نعرف كم التطور اللي حصل في بني سويف ومدينه بني سويف الجديده والاهتمام بالصعيد ده مهم ان احنا نتعرف عليه النهارده في التاسعه. هيحصل جدا. خلينا الاول اشكركم وهستاذنكم نبدا بقى فقراتنا ونحكي الحدوته. اشكركم مره ثانيه. شكرا.